طيب شفنا بالتأكيد هدفوا الأهلي التاريخيين في مسابقات دوري أبطال إفريقيا والبطولات الإفريقية في السنوات السابقة، ومحمد أبو تريكة يمكن تخطى 30 هدف، 31 هدف يلي الكابتن محمود الخطيب، ثم بعد ذلك أكتر من لاعب، بنتكلم في عماد متعب، بنتكلم في محمد بركات، وليد سليمان، كمان محمد شريف، وده بقى من أحدث الوجوه المنضمة لقائمة الهدافين. ويمكن شريف لسه ما فيش بقاله في الأهلي أكتر من حوالي سنتين ثلاثة، بس قدر يعني يحط نفسه كده في قوائم الهدافين بشكل كبير جدا. على فكره لو رجعنا كمان وشفنا الترتيب بعد كده بعد محمد شريف، ممكن كمان نلاقي علي معلول، لان علي معلول في الفتره الاخيره برضه خلال من 2016 ل 2023 سبع سنوات احرز اهداف وصنع اكتر من هدف كمان في المسابقات الافريقيه. مهم جدا بقى التهديف ده، مهم جدا في الماتش اللي جاي. خلي بالك النقله اللي حصلت عموما بعيدا عن حتى نسخه دوري الابطال دي يا محمد، في نقله نوعيه، يعني سيبك من الالقاب، مشاركات الاهلي ونجاحه في الوصول لنهائي بطوله دوري الابطال معناها انه بيكمل المشوار دايما للاخر. ربنا بيكرمنا ويوفقنا في النهايه ونحقق البطوله او ما بنحققش، دي قصه ثانيه. لكن الجيل اللي موجود النهارده قدامه فرصه تاريخيه، يعني زي ما شفنا طبعا احنا بنتكلم على عمالقه كابتن خطيب، بنتكلم على ابو تريكه، بنتكلم على متعب، بنتكلم على بركات، بنتكلم على وليد سليمان، كلها طبعا اسامي من ذهب في تاريخ النادي الاهلي. لكن انت النهارده لعيب زي ما كان محمد بيقول، زي محمد شريف، موسمين ثلاثه دخل مع الكبار اوريدي، فبالتالي الجيل اللي موجود حاليا عنده فرصه ان شاء الله حتى في المواسم اللي جايه مع وجود بطوله زي السوبر ليج كمان، انه مستوى مشاركاته وتهديفه وارقامه مع الاهلي، القابه وبطولاته يبقى كبير جدا، وان شاء الله املنا كبير جدا جدا في البطوله دي.